السلام عليكم، حياكم الله كاملين، كنطلب الله كلكم تكونوا بخير، كلكم تكونوا لاباس، وتحية طيبة المنبر 24، وشكرا وليزكم بخير. وكتعجبني الصحافة النزيهة اللي كتوجه الرأي العام لأي أمر، وكتوجه الناس بزاف الأمور الصحيحة، وهذا تكون من القلوب الصافية للصحفيين ومن القلوب الطيبة دي الناس اللي كيشتغلوا في الصحافة النزيهة. فشكرا لجميع المنابر النزيهة، وشكرا لكل إنسان كيخدم من القلب للقلب. اليوم غنتكلموا على سيدي عبد الرحمن، أو على الوالي سيدي عبد الرحمن، وغنتكلموا على عبد الرحمن مول المجمر كيف ما كيسميوه. أول شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا أمواتكم بالخير. الله يرحم اللي مات، والله يجعل البركة في اللي باقي. من كيموت شي والي، والي صالح كان من العباد وكان من الزهاد في القديم، كيبنوا عليه واحد ضريح حتى كنبقاو نذكروا ونتفكروا أن ذاك الشخص كان من أهل العلم، وكان من الزهاد، وكان من الناس اللي كيعبدوا الله وكيديروا الخير. ولكن مع المده ومع الايام كنوليو نشوفوا الناس ماشي هذوك اللي ماتوا، لا هذوك الاحياء منهم اللي كيدخلهم ابليس بواحد الطريقه واحدة اخرى، اللي كيمشيو لذوك الوالي كيولي يطلب منه انه الصحه، او ان يعطيه الاولاد، او ان يرزقه بزاف ديال الحوايج. وهنا ملي كتولي الزيارة كثيرة على واحد الوالي من أولياء الله الصالحين كيف ما كيسميوها، أو لواحد ضريح ديال واحد السيد اللي كان كيعبد فيه الله ومات في ديك البلاصة، ومن التكريم أو التشريف لذاك السيد، أش كيديرو؟ كيبنيو عليه واحد ضريح أن ذاك السيد راه كان من العباد ومن الزهاد. كينوضوا بعض الناس اللي كيمشيو يستغلوا ديك البلاصة وكيوليو يمارسوا فيها الشعوذة، وهذا الشيء كله من الشيطان ومن إبليس اللي كيوحي لهم أن راه هذيك البلاصة يكون فيها البركة وتكون فيها كذا. فكيمشيو بعض الناس اللي كيمشيو يزوروا هذاك الوالي. وأنا وقعت لي واحد القصة، ماشي في هذاك الضريح، بل في واحد الضريح واحد آخر، مشينا بغينا نشوفوا شنو كاين تما، نشوفوا شنو كاين تما، شنو لقيت. فمن دخلت لقيت واحد كيطوف على القبر، هذا اللي كان هنا حدانا في الرباط سميتو اليابوري، كيحضر البحر، لقيته كيطوف على القبر. مني دخلت باش نشوف داكشي شنو كاين تما، هو يهرب مسكين، الله يشافينا ويشافيه، وصراحة هو مريض، الله يعافينا ويعافيه. فالناس ولات كتلتجأ لهذه الأضريحة كتعبدها من غير الله، وهذا شرك، هذا شرك، هذا شرك. وكيف كنعرفوا، كيف كنشوفوا، وكيف كنسمعوا لا في اليوتيوب لا في فيسبوك، ان داك الضريح اللي دخلات السلطات، الحمد لله وشكرا للسلطات اللي دخلات وعتهدم داك البناء العشوائي، والبناء العشوائي الحمد لله الان في المغرب انه كله كيتهدم، لكان اعاده الهيكله بالنسبه للناس بالنسبه للبناء العشوائي، وهذا من فضل الله على المغرب الحمد لله، ومن القياده العليا ديال صاحب الجلاله الله ينصره. هذوك جاوبوا شي ناس اللي استغلوا ديك البلاصه بالشعوذه كالدون او كشوافه، او ان شي بقي تما تقي والفقيه ومن تفقها في الدين فعرف ما له وما عليه. تبدا كيهز الخط وكيبدا كيجوجوا عباد الله وكيديروا كيلوحوا الدجاج الميت، كاين اللي كيطلعوا حوايج قال لك باش كتلوح التابعه، كاين قال لك اللي كيمشي تما كيتغسل بسبعه ديال المواج باش كيحيي التابعه. وهذا كله شرك من شرك بالله عز وجل. فالإنسان دائما يلتجئ إلى الله وحده سبحانه وتعالى، ويلتجأ الله عز وجل في الكتاب، ويلتجأ الأحاديث النبوية اللي هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بغيتي توصل وتعيش بخير وتكون الأمور ديالك مزيانة، هو شنو دير؟ هو تمسك بكلام الله سبحانه وتعالى. إذا تمسكتي بكلام الله عز وجل، كنت واحد الإنسان طيب في الحياة، وكنت واحد الإنسان كتبغي الخير للناس كيف كتبغي لخيرك، كتبغي الخير للناس كتبغي لنفسك، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي، عتربح. أما تمشي تزور واحد البلاصة وتمشي تطوف بواحد القبر
وتمشي تعتقد أن هذاك الولي من أولياء الله راه غادي يدير لك ويفعل لك ويترك لك، فهنا شركتي بالله عز وجل، ولا تشرك مع الله إلها آخر، ومن أشرك بالله فليتبوأ مقعده من النار. هذا 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 كلام الله. أما الترياب ديال داكشي فصراحة أنا عجبني، لأن غادي تحيد واحد البلاصة اللي كتمارس فيها الشعوادة، وإن شاء الله تما يكون منتجع سياحي بإذن الله تعالى. الحمد لله المغرب ديالنا غادي في الازدهار، وغادي في واحد المسائل اللي مزيانة، فخاصنا نحاربوا هاد الشيء هذا بعقلنا أولا، لأن مني ما تبقاش أنا والآخر 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 ممن يعتقد أن ديك البلاصة كدير وتفعل وتترك، ومبقاش تمشي عند المشعوذ ومبقاش تمشي عند الشواف، فأكيد هذاك الشواف وذاك المشعوذ ما يبقاش في شي بلاصه اللي كترمز واحد واحد المعلمه تاريخيه، واحد الاثر تاريخي اللي عتكون وجهه سياحيه باذن الله. وتحيه طيبه والسلام عليكم. لا تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.